يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من عرف الحنيف نعم. بالمائل، هل من عرف الحنيف بالمائل أي المائل عن الشرك إلى التوحيد، هل هذا التعريف منضبط؟ نعم، هذا هو الحنيف، المائل عن الشرك، المقبل على الله المعرض عما سواه. تقول الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هو أصله من الحنف وهو الميل. نعم، يميل إلى الله ويميل عن غير الله. نعم.